شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، وانا اتناول الكلمه، افترض ان السيد وزير الدوله حقوق الانسان المكلف بعلاقات مع البرلمان هو من سيتفاعل معها، وهو سياق باش نبدا بالمقاربه الحقوقيه لهذا الذكرى هذه اللي تنطالبوا بالترسيم ديالها كيوم عطله. فيها السيد الوزير جانب حقوقي في اطار الحق في الذاكره والحق في الهويه، هذا مستوى اول. مستوى ثاني، الدستور ديال المملكه ديال 2011 تكلم على في مقتضيات ديالو على المأسسة ديال التعدد وديال التنوع الثقافي، كذلك تكلم في المتن ديالو على الصيانة ديال تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة. تكلم الدستور كذلك على توطيد أسس التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك. كاع المقتضيات الدستورية كتخلينا اليوم ما فاهمينش علاش هاد العيد ما يترسمش، علاش هاد الذكرى ما ترسمش. على مستوى المواثيق الدولية كذلك السيد وزير الدولة، الإعلان ديال الأمم المتحدة بخصوص حقوق الشعوب الأصلية تيشير ممارسة هذه الشعوب لتقاليدها وعاداتها الثقافية بكل حرية والتقدير ديالها والاعتبار ديالها. كاين كذلك الدخول ديال القانون التنظيمي حيز التنفيذ. هذه سنتين ملي طرحنا هذه الإحاطة كان وزير الوظيفة العمومية جاوبنا بأننا كننتظروا الموافقة والتبني ديال القانون التنظيمي، اليوم ما بقاش هذا العذر. كذلك كاين واحد العداد ديال الاعتبارات عنده دلالة رمزية، مش ديال دلالة رمزية سواء عند الناطقين وعند غير الناطقين، واحد العدد ديال التعبيرات في التقاليد عندنا في المملكة كتحتفل به، كذلك كرمز لتشبث الإنسان المغربي بالأرض. شكرا، وبالتالي شكرا لكم سيد النائب. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.